السلام عليكم خوتي الأعزاز، معكم لامين، واليوم راح نحكي لكم بريمير فوا دخلت ستوديو وغنيت غنية راب. انترو. هاي نضارب مع المدير تاع الليسي ولا نروح للسبيطار مسكون ولا نحرق سونتر كوميرسيال تاع القدس. هذه هي حياتي. سو مرحبا بك في ستوري تايم. تسمى هاد الحكايه هادي ستوري تايم تاعنا، وي انا هو البرومي يوتيوبر الجيريان بدا ستوري تايم، ماشي راديكس، ماشي فؤاد بان. اي جماعه راني نقصر مانيش زعفان انت الصحه لي كومام. لي ستوري تايم تاعي القدام كاع تلقاوهم من هاد الجهه. لي ستوري تايم تاعي ستة القدام كاع تلقاوهم منا، سورتو لا بريمير ستوري تايم اللي عندي شحال ملي درتها وزعما حكيت مع المدير تاع الليسي فيزيتيوها منا. اي اوسي اليا مون انستغرام جوست هنايا ايسي برك لامين بوان ماري، فيزيتيوه ابونيولو. الحاله اللي ودير لي فيها الانستغرام هذا ونحي لي فلي زابوني كل يوم، معباليش علاش ولا لامين بالك انت تالمون تاعي الناس مي ديزابوني ونورمال سي با غراف. هي عبالي مازال ما بداتش الفيديو، مازال ما سمعتش الحكايه، ماقدرتش تعرف ولا تعجبك ولا لا دوكا، مي دير جام كومام. واذا خلصت الفيديو ولقيت الحكايه ما عجبتكش عاود نحاه معليش. المهم الحكايه وقتاش بدات وقتاش كانت في 2014، نبريسيزي اكتوبر 2014، تسمى من سبتمبر لاكتوبر 2014. انا كنت تروازيام اني في الليسي عام الباك، بصح كانت هذاك وين دخلنا للليسي كذا. كانت عندي واحد لامي تاعي كانت صغيرة عليا، هذاك الوقت كانت واقيلا يا بريمير اني ليسي يا بريمير اني ليسي و ما بالي. المهم كنا في زوج صغار بزاف، وهي سيت اون شونتوز، شونتوز بصح ماشي شونتوز، راك شايف باباها بروديكتور، سي ان تري كرون بروديكتور اللي دار شغل خدم معاه بزاف عباد كبار، مي بون هذاك سوني با لو بلوز امبورتون. هذيك الطفلة كانت لامي ديالي، وانا هذاك الوقت كنت بزاف متعمق في الراب. لاشين تاعي لا بليبار تاع لي فيديو دو كارام بريفي كانت مع مره بالراب، تسمى نحط بودكاست خمسة اغنيات راب، بعد فيديو بعد خمسة اغنيات راب، كانت مقلبه بالراب. راب ماشي فريمون تسمى حاجه تصلاح وفور بزاف، بالك زعما تغرك الهضراوي. دخلني راني نعيط بصح واحد ما يسمعني، الوجع في القلب يزيد وهم كبير رايح يبلعني، افهم وش حاب نقول افهم انا معنى وزيد تبعني. الدنيا تدور يعيا ويطيح الصور ويبان الحق لي راهو مصطور، لافونسي انا توجور وجامي نشوف للور، نغمض عيني ندوز الطريق وجامي ندور. من ذاك الوقت كنت بديت شويه نطور في الراب، ماكري كان عندي فلو ميرديك، مي لي بارول ولا فاسون اللي كنت نرابي بها كان شويه انتيك، تسمى صعبة صعبة، كان اللي يسمع ويقولوا انتيك صعبة، لي زامي تاعي كانوا يسمعوا. كانت عندي واحد الغنية كانت تطيري لاتونسيون ذاك الوقت اسمها مانوي، ومازالها في غناية كاع بريفيري عندي انايا، مي ما فيهاش فلو شباب، هذا هو المشكل. هاكو سنيبيت من هاد الغنية مانوي. في واحد نهار شفت الفرقي طلعت الفيلم من الوقت، عرفت شاطاتك صحت شحال، لا لو مرا وما كاشا ونعس وما بقاش، الحال عليا مقودة وما بحال ما بانش باش تفهم على واش راني نحكي فوق تيساش بلي حكايتي رايح. هاد الغنية عجبتها لي تيسيا بزاف، دونك كي عرفت انايا بلي هي ثاني تغني باسكو بعثت لي لي كوفر تاعها. انا البريمير عفسه اللي شفتها في الانترنت تاعها قبل ما نعرف كاع بلي كانت جاست تيليفزيون ديجا هكذا، واحد الكوفر تاع ستار شيبس ثاني كي ميناج. الكوفر هذاك كلمون قاستها بزاف وعجب شغل عجبني ستيل تاعها بزاف، بعث لها ميساج قلت لها واش كيفاش كذا من لهي الامورات واش رايك نديرو عفسه كيف كيف، اسكو تو تروف اوسي بون كون نقدروا نديرو عفسه كيف كيف ولا كاش ما ريكوردي وكيف كيف. انا كنت داير فرنسي عفسه خدمه هكذا بار بي سي من الناس دير كوفر يا مليك، وانا نلصق شغل لصق بدا نقول لصق تيري برك. الماسيور بري باب داكسيبتي ديجا، قالت لي وي بيان سور نديرو. بعد الماسيور بري اكثر كي قالت لي بلي باباها سان كرون بروديكتور كذا بلي نديرو الاغنيه في ستوديو تاع باباها، سيتي شغل واو انا راح ندخل نغني في ستوديو. سيرتو ذاك الوقت 2014، جافي 2014 كان في عمري 16 سنه، كنت صغير بزاف وشغل سيتي راف اللي كان راح يترياليز نغني فيه واسمه في ستوديو. دونك قلت لها وي بيان سور افيك بليزير. الاغنيه انا كتبتها كومبليت، حكمت دبرت واحد الانسترومونتال من الانترنت بعثته لها قلت لها واش رايك فيه، انسترومونتال معروف بزاف بصح حكمت الفيرسيون تاعو تاع الراب. هذا الانسترومونتال الانسترومنتال هذا شباب بزاف، دبرت الفيرسيون راب تاعو بعث لها الانستري قلت لها اسكو عجبك هذا الانستري، عجبها بزاف كذا من هيك. دونك بديت نكتب فوقو لي بارول، لي بارول جبت ربي كتبتهم في ليله وحده، كتبت كاع لي بارول كتبتهم اون فرونسي، كنت
تحب نغني اون فرونسي باسكو هي تعرف تغني اون فرونسي اكثر دونك انا قلت بوكو با كتبت لي بارول اون فرونسي كوبلي تاعي الرفران والكوبلي تاعها تما كتبتهم كاع انايا موديفي فيهم شويه هكذا باش كومباتيبيليتي راك تعرف باش الفلو كدا تخنتيش تما لا شغل كانت الحالة شوية هايب هذاك الوقت حنا في ستوديو وحنسينا امبريسيوني دوك البنادم كدا لحقنا للوقت لاضات اللي لازم تورنيو فيها كومبارازار ستوديو هذاك جاي هنايا في شراقة ما بايش ولا نقدر نقول وين اكزاكت ولا لا لا بون ماشي راح نقول مي ا دو بوان شغل تمتمنا نلحق له سيتي بيان كاع تما مع العشية هكذا جوي ثلاثة ولا زوج تاع العشية تلاقينا تماك عند دخلتها ستوديو تلاقيت بابا صالي صافا بون بون داك تعرف دنا ليك كنت كاتب واسمو لي بارول تاعي في ورقة من بعد دخلنا للستوديو سيتي جوسكا بريزون لو ميور ستوديو دخلت له في حياتي سي اولترا بروفيسيونال واحد الخدمة واحد الماتيريال واحد الشومبر ايزولي مادام الهيك شغل شومبر تكنيك و الماتيريال كاع ماك واحد المايكروفون واحد الكاليتي والانسان هذاك الراجل ما شاء الله بنادم بزاف هايل وبزاف هارب كان عندي فلو ديكالي كاع كيش ريقلاه وكان ديجا شغل يوجهني انا لداخل الشومبر دونجستريمون هو يقول لي تما لا لا ريقلي هادي هكذا هكذا لا لا هادي انتقها هكذا هكذا بون هاد الجمله طويله بزاف قصرها باش تولي كومباتيبل مع الاخر راك شايف تما عاود كتبت لي بارول سير بلاص في بي سي باش امبريم لنا ورق حطيناهم تماك باش يبانوا لي بارول خير اون فرونسي باسكو انا عندي كتيبه مردي كان يا خط جايح كاع دونك كنا كيف كيف لداخل الشومبر دونجستريمون وبدا الكوبلي تاعي عاوتي واحد 3 و 4 فوا واقيل قعد غير يوجهني سيرتو كنت صغير ما كنتش نعرف كاع واش معناتها فلو واش معناتها كدا تما كان يقول لي لا لا عندك ان فلو لازم تبعو كدا تما سيتي مانيفيك مي بنت حمار كاع ما غري غنيا خرجت بزاف بزاف شابه باي ذا واي الطفله هذيك بون اسمها ليتيسيا ما نقولش اسمها كومبلي بار كيما يقولوا شغل ريسبي باسكو سي با سي جبي ولا لا لا ليتيسيا دي مالوريزمون ابري الغنية هذه بواحد اليوناني ولا بردينا كومبليتمون كونتاكت ديجا نسيت علاش بردينا كونتاكت اذا كي تشوفي في لا فيديو ليتيسيا دي لا لحقاتك دون سيرتان مانيير ولا بعثي لي ميساج مادا بيا اون ريبرون كونتاكت جاب لي ربي كبرنا دوك مي بون حكايه الغنية هذه حكايه ديجا داك الوقت لاشين تاعي كان فيها واقيل 100 ابوني ولا ميم با 2014 جاب لي ربي ميم با ما لحقش 100 ابوني هذوك دونك درنا الغنية هكذا ميكساها السيد سيتي مانيفيك غنية خرجت قوة لي بارول كدا الميكساج تاع السيد كوبلي تاعي بعد الرفران غنوها اون سينكرونيزاسيون شغل سينكرونيزي كيف كيف على ضربة لي دو فوا سينكرونيزي بعد الدوزيام كوبلي تاعها وين كاين شي كلمة تنقولهم شغل خرجت غنية هايلة بعد ديتها انا في فلاش ديسك كدا حطيتها في فلاش سيتي لا بريمير ماشي فيديو لا بريمير شغل غنية ولا فيديو شغل تاعي اوفيسيال لي لحقت فلاشان تاعي هادي كتر من 2000 فيو عباك كي فاتت ديجا كي فاتت 1000 فيو جيتي واو بون باسكو كانت مكتوبه فيت ليلي راك شايف تما فيتورينغ ليلي تما مع طفله راك شايف الشعب تاعنا الجزائري اللقيا مي بون ما داك اللي لحق دو كاسيتي جيتي شغل واو شغل دي والمشكل لي كومونتير كاع بوزيتيف كداش خرجت لنا هيله كان خاصها كليب برك مي كنا صغار بزاف راك تعرف الاغنيه هذه ذار هكذاك جوايه 2000 ما دخل 2015 طلعت لافاك وقعدت كدا مع جوايه 2016 في الوسط كنت نخرج مع واحد الطفله الطفله هذيك سيتي اون طري غروند غيوره بزاف صح كنت نموت عليها كنت نحبها بزاف دونك الحق ان سارتا مومون وين ديفلوب لا ريلاسيون وين شافت الاغنيه هذيك بون شافتها من قبل شو قعدت تحكي لي عليها نحيها ديجا نحاتها لي قبل من يوتيوب تسمها دونك عبيها سوبريميتها من يوتيوب ومن بعد نحيتها كاع من البي سي من التليفون نحيتها من بارتو تما ولات ما تكزيستيش الاغنيه اور سو اي ثوت غير كيما خرج لي والدي بكونفيسيون تحت الارض بارسكاك تعرف جاز الوقت ودوكا جو سبي سيلي باتير قدامنا لهيك هذيك الحكايه ماشي نحكيها كاع صرو امورات اون سون فو خلونا من الحكايه هذيك باسكو نعرفكم نتوما كوريو يا العباد وايت خرجي قال لي الامان انا صاحبك الانتيم تسمى الغنى تاعي لا بليبار عندي قال لي الغنيه هذيك تاعك انت وليتيسيا ما مازالها تكزيستي قلت له وات كيفاش هذه مازالها تكزيستي ياك نحيناها من بارتو قال لي غارديتها غارداها في بي سي ديالو فواحد الدوسي جامي قال لي
قال لي غير كيما وعاود بعدها لي فرصه جات لي ليديا ديال ديامات ندير هاد ستوري تايم سورتو كنتوما متابعين تموتوا على الراب وحبيت ضلوا تسقسوا فيا كيفاش حكايتي مع الراب. بون بديت الراب انا بيان افون جوي 2011 هكذاك، مي شغل اول عفسه بروفيسيونيل نديرها في الراب هي سيتي هاد لونيا ديال مانيتيسيا. C'était une belle expérience à tous les cas. هذه هي جبل ربي وكان خليت الاغنيه حتى دوكا راهي لاحقاك 50 كا ولا هكذا. ايماجين ندير لها كليب دوكا الاغنيه هذيك. المهم خاوتي لازم عندك الانستغرام تاعي ما تنساهش مازال يدور هنايا بصح انا دوك نحطوه هنا. ما تنساش الانستغرام تاعي فيزيتيه كاين تصاور كاين دي فيديو من داك كاين مهبل. ابوني 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 وبعثها لصحابك صحابك 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 اكشن. ابعث لك كونت انستغرام تاعي لصحابك وانا راح ندير واحد العفسه دوكا الانستون نفتح الانستا تاعي وندير واسمو انا راح ندير سيلفي نحطها في الوسمو في ستوري تاع الانستغرام دوكا. واحد فيكم يعني اللي تحبوا كيما اللي راكم تشوفوا دوكا سي دير كابتور ديكرون منا من هاد البوان تاع هاد لا فيديو ماشي راح نقول لك وقتاش راح نعبز القفله ياك ندير هكذا ياك ندير هكذا ياك ندير هكذا ولا هكذا. انت سي دير كابتور ديكرون في الفيديو هذه وسي جيبها هي تسمى لا كابتور ندير هاد التصويره ونحطها في واسمو في ستوري. انت كي تشوف هاد لا فيديو اذا كنت مازال ما شفت ستوري بيان سير مام اذا كنت شفت ستوري سي دير لا ميم كابتور اللي راهيك في متصويره تاع انستغرام جبده باش درت هاد ليكسبليكاسيون يا جدك. المهم فوالا نكتب كابتور هايليك بون اوتي كيما كنت نقول على انستغرام تاعي فوالا وكي دير الكابتور هذه حطها في ستوري عندك وطاقي الانستا تاعي فوالا طاقه الي ايسي طاقي الانستغرام تاعي لاساس. ابونيو في لاشين هذه ما تنساش ابوني واكتيفي لا كلوش معك خلينا كومونتير تاع صافي باش تكتب في الكومونتير اذا لحقت لهاد البوان تاع لا فيديو محسوب نعرف بلي شفت كاع ستوري تايم وكملت لا فيديو. كيما موافق نقول لكم من قبل بين لي بلي فالابل عباك واش تكتب اكتب كابتور على حساب ستوري اكتب كابتور في كومونتير ما تكتبش كابتور اكتب كابتور من بعد زعما فاصله واكتب نيمبورت كال كومونتير تحب واش رايك في هاد لا فيديو بيان سير ولا كاش عفساك حاب تقولها لي. مي كي نقرا في لي كومونتير تاعكم الكومونتير اللي نقرا فيه كلمه كابتور نعرف بلي الحق لهاد البوان من لا فيديو هذه نعرف بلي فالابل بنادم هذاك بينوا لي بلي فالابل. بارطاجي لا فيديو معكم خاوتي العزاز نتلاقاو في لا بروشان ستوري تايم اذا حبيتو مور في ستوري تايمز لا بروشان ستوري تايم اذا لحقت هاد لا فيديو 100 جام ندير ستوري تايم نمبر 8. تبقى على خير خاوتي العزاز نتلاقاو لا بروشان فيديو ان شاء الله. Je marche encore sur mon chemin, je devrais passer par le noir afin de pouvoir te connaître. Pour t'atteindre, pour te voir, je suis passé par des galères, mais j'ai vu de quoi t'as l'air.